السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات جديدة لمباريات يوم الخميس 16 فبراير 2023. لكن قبل ما بلش الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، وأيضا توجد قناة توقعات على التليجرام، قناتين، الروابط موجودة في صندوق الوصف. قناة ننشر عليها توقعات على مدار اليوم، وقناة يعني ننشر عليها ورقة واحدة في اليوم. الروابط في صندوق الوصف. نيجي الآن نطلع على توقعات يوم الخميس. في عندنا مباريات عديدة في الدوري الأوروبي، راح نختار منها بعض المباريات. راح نشوف إحصائيات مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد سريعا. غدا هو الخميس 16 فبراير، راح نشوف سريعا الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد وبرشلونة. يعني المواجهات الأخيرة شهدت تفوق برشلونة في معظم المواجهات. برشلونة في الدوري في آخر مواجهات فاز في آخر 5 مواجهات، اليونايتد فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهة، والفريقين يسجلوا الأهداف. أفضل نصيحة لهذه المباراة مجموع أكثر من 2.5. أيضا نيجي نختار مباريات من دوريات أخرى. الدوري الأندونيسي الممتاز، نيجي على عجالة نختار أفضل مباراة أو المباراتين. في هذه المباراة في الدوري الأندونيسي أفضل توقع هو كلا الفريقين سيسجل. أيضا توجد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي. مباريات يعني في معظمها شهدت تسجيل أهداف، وآخر المواجهات لكل فريق كان في هناك يعني أهداف. لكن نشوف أفضل نصيحة في هذه المباراة هي مجموع أكثر من 2. نختار آخر مباراة. في عنا أيضا دور المؤتمر، نختار هيك فريقين
فيورنتينا وبراخا في دوري المؤتمر الأوروبي. ستلعب أيضا ضمن مباريات يوم الخميس. الفريقين لم يسبق لهم أن تواجها في أي مواجهة سابقة، لكن الفريقين في الدوري يعني في أغلب المباريات يسجلون الأهداف. إذا أفضل نصيحة لهذه المباراة هي كلا الفريقين سيسجل. نختار أيضا مباراة خامسة، أنت لا تضع جميع المباريات في نفس القسيمة، العب في يعني مباريات فردية. أيضا مباراة استاد رين وشختار في هذا في الدوري الأوروبي. المواجهة الأخيرة كانت في 2005، يعني لا ننظر إليها، لكن المواجهات السابقة لمشختار في كل مواجهة تسجل كمية وفيرة من الأهداف، واستاد رين أيضا يسجل أهداف في أغلب المواجهات. أفضل نصيحة لهذه المباراة كلا الفريقين سيسجل. هيك أفضل نصائح أنت اختار لو أنت بدك ترمي على كل المباريات. فقط 5% كحد أقصى من رأس مالك، مثلا رأس مالك $100، ترمي $5 على كل هذه المباريات، يعني دولار لكل مباراة. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب بالفيديو، وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.